ايوه ممكن ادخل؟ اعمل لي فيها مؤدب قوي. اتفضل. قلت لك عليا تغيري فيها. وده العشاء. مش جعانه. ازاي بس يا ست الكل؟ دي لقمه نظيفه تستاهل بقك، لازم تاكلي. لا ما هو ده مش وقت اكل خالص. واحده هربانه من جوزها اللي عايز يقتلها، وطلع تاجر سلاح، ومستخبيه عند قتال قتل. اجيب انا نفسي منين اكل؟ جرايه يا ست، انت كل شويه تعايريني. لا مش بعايرك، بس لازم كل شويه افكر نفسي انت مين؟ طريقتك دي ممكن تنسيني. طريقتي عجباك يا ايه ده؟ وانت مالك سعيد قوي كده ليه؟ ايه؟ مش مصدق نفسك؟ طب اسمع يا وحش الكون، انت ضيفتي، ضيفتي هدي دنيتك. انا قلت بس افك الدنيا شويه عشان لقيتك قفشه، بس يظهر اني غلطت. استنى، انت هتاخد الاكل؟ انت مش قلت مش عايز تاكلي؟ اكتشفت ان انا جعانه، سيب الاكل هنا. مش بالامر، هدي دنيتك. ماشي يا سيدي، لو سمحت من فضلك سيب الاكل، ريحه الاكل جوعتني. ما كمل الاول. اتفضلي، انا بره. ولا عص السلكه عشان الاكل ما يكبسش على نفسك الساعه جوه في الثلاجه. اسلك؟ انا اساسا مش هاكل كل ده، انا اكلتي خفيفه. بشوقك بقى، تاكلي ما تاكليش براحتك. خلي العده دي معاكي، انا عارف ان معاكيش تليفون. ولو عوزتي اي حاجه كلميني على اخر رقم، ده رقمي. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.